السلام عليكم. إذا كنا نريد معرفة صناعة الآيفون في أي بلد، فالأمر بسيط جدا. كل ما علينا هو التوجه للإعدادات، بعدين ندخل على عام، بعدين نروح هنا حول الهاتف، لا مش التحديث، حول هنا كما تشاهدون عندي. لازم أذهب للنموذج. النموذج هنا عندي كما تشاهدون، هذا لازم أركز هنا في الحرفين هذه اللي تجي قبل الشخطة هذه. إي هذه هي البلد اللي صنعت فيه. طب كيف اعرف ان الاي هذه في اي بلد؟ طبعا في كل بلد لها رمز معين. طبعا دعوني اريكم الان في الصفحة الرئيسية كيف نعرف البلد المصنعة فيه. كما تشاهدون هنا عندي هذه الاكواد. هنا عندي طبعا حرف الاي لحاله كندا، اي الامارات، هذه اي بي تكون يا اما مصر او الامارات او الاردن او المملكة العربية السعودية. حرف البي ايرلندا والمملكة المتحدة، هذا بيجي البلغاريا. هنا كما تشاهدون لازم نركز.